Kudüslü Muhammed Uveys, mental aritmetik ve matematik yarışmalarında büyük başarılara imza attı. Ulusal ve uluslararası birçok madalya kazanan Uveys, aritmetik ve matematik alanında kendini geliştirmeye devam edeceğini söylüyor. أنا هلا بالمستوى السابع تخرجت جديد وأدخل على المستوى الثامن باليوسي ماس بيساعد على التركيز والحساب الذهني واختصار Universal Concept of Mental Arithmetic System يعني الحساب الذهني بشكل عام. أول ما دخلت بالمستوى الأول كنت أول شيء يعني فكرت شيء مختلف عن دائما نأخذه بالمدرسة بس أول ما تعرفت عليه أكثر تعرفت على الأبكاس اللي هو العدد اللي نشتغل عليه حسيته كتير أحلى وبساعد يعني بالمدرسة بالذات وغير هيك يعني من كتر ما نطلع يعني كل مستوى بنطلعه بنستكشف جديد باليوسيماس. يعني الأكيد اليوسي ماس إني دخلت فيه يعني لو كان في ليفلات أكثر من 10 كان بضلني للأبد يعني فيه وغير هيك أنا يعني حاطط بخطوطي إنه يعني أصير أعلم يوسي ماس بس أخلص المستوى العاشر وغير هيك إنه اليوسي ماس أثر كثير بحياتي يعني كثير أثر كثير منيح الحمد لله وما إله سيئات يعني بس كان هي يعني مرات يأخذ وقتي بس بالعكس إنه يعني تعبي ما كان يروح خسارة وغير هيك أعطاني نتائج كتير منيحة إنه بالمدرسة يعني الرياضيات كان عندي بسهولة أخلصه حتى بالامتحانات يعني يكون عندنا 45 دقيقة أحله بتقريبا ثلث ساعة يعني ماكسيموم وغير هيك إنه يعني ثقافيا وغير هيك اجتماعيا ساعدني كتير بالحياة. دخلت 6 مسابقات بحياتي 3 وطنية و3 عالمية بلشت بال 2017 أول مسابقة اللي كانت وطنية وقتها كنت لساتني جديدة على اليوسي ماس أول أسبوعين فما قدرت أجيب لا يعني الحمد لله كانت مشاركة يعني منيحة بعدين بالعالمية بشهر 12 كانت من سنة 2017 جبت المركز الثاني وبعدين نقلت على 2018 كان لي أول ثاني مسابقة وطنية برضه الحمد لله يعني جبت الشامبيون والمسابقة العالمية بال 2018 كانت بماليزيا جبت المركز الثالث الحمد لله وبعدين 2019 انتقلت للمسابقة الوطنية الثالثة اللي جبت الشامبيون وبعدين بكمبوديا بشهر 12 2019 جبت برضه الشامبيون على العالم بالمستوى الرابع. بنصح الأهالي إذا عندكم أطفال صغار استغلوا الفرصة لأنه من هم بصغرهم بكون أساسهم فأسسوهم على اليوسي ماس غير هيك مثلا بالطلاب لما يكبروا بصير عندهم الرياضيات أصعب مادة بس اليوسي ماس بخليها أسهل مادة لإلهم.